الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عمار بيت الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المؤمنون عمار بيت الله، لازلنا مع قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، التحذير من أكل الأموال بالباطل، التحذير من أكل الأموال بالمحرمة، التحذير من الكسب غير المشروع، التحذير من الأموال الخبيثة، التحذير من السحت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الإنسان أيها المؤمنون يحرص على الأوقات الشريفة والأوقات والأماكن الشريفة حتى يرفع يديه إلى السماء يدعو الله أن يستجيب دعاءه، يستجيب عمله ويتقبله، يرفع دعاءه، وتجده مع هذا غافلا عن نقمة العيش التي يقتاتها، أهي من حرام أم هي من حلال؟ لا ينفعك أن ترفع يدك إلى السماء تدعو الله عز وجل ومطعمك حرام ومشربك حرام ومركبك حرام ومسكنك حرام. لا يرفع الله دعاء من كان هذا حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما صح عنه في الحديث وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستجاب له وطعامه حرام وماله حرام؟ والله لو دعا عمره كله الليل مع النهار ووصل الصيف بالشتاء وهو يعتدي على أموال الناس لم يرفع له دعاء، لأن النبي أخبر ذلك، نبينا أخبرنا بذلك، والقرآن أخبر بذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي كلوا من الحلال واعملوا صالحا، فدل على أن العمل الحلال إذا كان صاحبه يأكل الحرام لا يرفع ودعاؤه لا يستجاب له. لذلك احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله، فإن أهم شيء يتوقف عليه قبول عملك ويرجى منه رفع دعائك هو أن تطيب مطعمك. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال النبي قال له يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تجب دعوتك. أطب مطعمك، احرص على الحلال. ومن الصور التي ذكرناها في الخطبة الماضية ذكرنا خمسة صور، والصور كثيرة، إنما نذكر القليل لينتبه الناس إلى ما وراءه من الكثير. ومن الصور التي تعد من أكل أموال الناس بالباطل الاعتداء على الأراضي والاعتداء على العقارات وأخذها بغير وجه حق حتى ولو كان شبراً واحداً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم، سيدنا عبد الله بن عمر قال من أخذ شبراً من الأرض أو غصب شبراً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة في سبع أراضين أو إلى سبع أراضين. الذي يأخذ شبراً من الأرض يعتدي على جاره أو يعتدي على من يملك هذا الشبر،
يخسف به يوم القيامة في سبع أراضين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: ملعون من غير منار الأرض، ملعون من غير منار الأرض، أي علاماتها الدالة على حدودها، بأن يغير العلامات فينقص في أرض جاره ويزيد في أرضه، حتى لو أنقص منها شبرا واحدا، حتى لو أنقص منها القليل، فإنه يعاقب على ذلك، وملعون بمعنى مطرود من رحمة الله. وفي هذا ما دل على أن الاعتداء على الأراضي بغير حق هو من الكبائر التي جرمها الإسلام. إذا الأمر خطير، ملعون من غير منار الأرض، هذا الذي يغير المنار والعلامات من أجل أن يأخذ قطعة من أرض جاره، فما بالكم بالذي يغير الوثائق من أجل أن يأخذ أرضا كاملة هي ليست له، ويشتري شهودا ويزور وثائق ويرشي قضاة ثم يأخذ أشياء ليست له، هذا حرام، هذا كبيرة من الكبائر أيها المؤمنون. ومن السبل المحرمة أكل الأموال بالرشوة، يدفع الرشوة من أجل أن يأكل مالا حراما، يدفع الرشوة من أجل أن ينال حقا ليس له، يدفع الرشوة من أجل أن يظلم الناس، ويدفع الرشوة من أجل أن يوخر فلانا ويتقدم هو، يدفع هذه الرشاوى لأصحاب الوظائف العامة. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم وأنتم تعلمون. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والرشوة هي من الباطل، يدفع المال إلى المسؤول أو الموظف أو القاضي أو غيره من أجل أن يستحق شيئا هو ليس له، أو يظلم الناس أو يؤذيهم أو يقتطع من أموالهم، هذا ملعون. لعن الله الراشية الذي يدفع المال، والمرتشية الذي يأخذ المال، والرائش بينهما كما في الزيادة الأخرى، وهو الوسيط الذي يعقد الصفقة، يستزيد هذا ويستنقص هذا، أي أنه يأتي لطالب الرشوة يطلب منه أن ينقص، ويأتي لدافع الرشوة يطلب منه أن يزيد حتى يوفق بينهما، لأن الرشوة مأخوذة من الرشاء. ولذلك ربنا عبر في الآية قال: وتدلوا من الدلو الذي يلقيه في البئر، وهذا الدلو حتى نغترف به ماء طهورا لا نصل إلى الماء إلا بحبل هو الرشاء، والذي يلقي الدلو هو الراشي، والذي يعطي الماء هو المرتشي، وما في الدلو هو الرشوة التي يتوصل بها إلى المال الحرام. لذلك لعن النبي الراشية والمرتشية والرائشة بينهما. أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل، وعودوا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي بين الحلال والحرام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أيها المؤمنون، ومن صور الرشوة الهدايا التي يأخذها الموظف أو يأخذها العامل. لذلك الإمام البخاري ترجم على حديث ابن اللتبية الذي سأذكره بعد قليل باب هدايا العمال، الموظف أو العامل المسؤول الذي وضع فيه ولي الأمر ثقته ينبغي أن يحرم على نفسه الهدية بمجرد وصوله إلى المنصب، بمجرد توصله إلى الجاه، بمجرد أن تحمل في رقبته أمانة المنصب والعمل، عليه أن يحرم على نفسه شيئا اسمه الهدية، لأن هذه الهدية التي تعطى لصاحب المنصب هي ذريعة إلى الرشوة، ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل. حدثنا البخاري في صحيحه عن رجل من أسد يقال من بني أسد يقال له ابن اللتبية، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، أي كلفه بأن يجمع الصدقة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموال الصدقة.
الصدقة وقال له هذا لك وهذا لي، هذا لكم أي هذه صدقاتكم التي جمعتها، وهذا لي أي أعطي لي هدية، أعطي لي هدية لأنني أنا عامل، فبعض الناس أهدى لي الهدية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى الناس الغضب في وجهه، ثم قال أيها الناس إنني أرسل الرجل منكم على الصدقة، أو إنني أستعمل الرجل منكم في عمله، ثم يعود فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديته. أيها الموظف ابقى في بيتك وأعلن أنك استقلت، وأعلن أنك قد انتهت خدمتك، فانظر هل ستأتيك الهدايا إلى بيتك أم لا تأتي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي من ذلك بشيء، فلا يأخذ شيئا بسبب المنصب أو الجاه أو المسؤولية أو رشوة إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. أنت في الدنيا تتخفى، أنت في الدنيا تعقد الصفقات في الليل حيث لا يراك أحد ولا يسمعك، أنت في الدنيا تدلس وتغش وتلبس على الناس، لكن الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يأبى إلا أن يفضحك يوم القيامة على رؤوس الخلائق. فإن كان جملا جئت تحمله وله رغاء، وإن كانت بقرة جئت تحملها على رقبتك ولها فوار، وإن كانت شاة جئت تحملها يوم القيامة على رقبتك ولها يعار، أي صياح، صياح ورغاء وخوار ينادي عليك ويفضحك يوم القيامة على رؤوس الخلائق. تستر في الدنيا ولبس على الناس وأظهر لهم ما لا يعلمون من باطن أمرك، لكن علام الغيوب يعلم والله سوف يفضحك. لذلك أيها المؤمنون من أعظم أبواب أكل أموال الناس بالباطل هو هذا، هدايا العمال أو الرشاوة أو ما يسمى أيضا الغلو، وهو الأخذ من المال العام أو سرقة المال العام. الأمة تثق فيك، والأمة تضعك تعطيك ثقتها وتضعك في مسؤولية حتى تدير مصالحها، ثم بعد ذلك تأبى إلا أن تخون الأمانة، وتأبى إلا أن تسرق أموالها وأموال الضعفاء والمحتاجين. هذا الغلو حرمه الله، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا الغلو حرام. وإن كان أحد كان ينجو من الغلو نجا أقرب الناس إلى رسول الله وهو عبده رفاعة ابن زيد عبد النبي، كان عبدا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. على إثر غزوة خيبر، عندما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر وانتصر على اليهود، وكانت الغنائم كما قال الصحابي لم تكن ذهبا ولا ورقا، ما كانت ذهبا ولا فضة، وإنما كانت متاعا وطعاما وثيابا. كانت الغنائم في ذلك الوقت في تلك الغزوة كانت مجرد متاع وطعام وثواب، يعني ملابس. قال فلما انتهت الغزوة واتجه النبي إلى الوادي حتى يستقر فيه، نزل عبد رسول الله رفاعة بن زيد وأراد أن يحل رحل ناقته أو دابته حتى يستريح، فأصابه أو رمي بسهم، جاء سهم من الأعداء فمات، سقط ميتا. فصار الناس يقولون يا هنيئا له الشهادة، يا هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن الشملة أي الثوب الذي غل، بمعنى سرقه قبل أن تقسم الغنائم، إن الغل أو الشملة التي غلها ليشعل عليه قبره نارا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون احذروا من الأموال المحرمة، أيها الناس احرصوا على الطعام الحلال، على الكسب الطيب، أطب مطعمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول خطوة في طريق القبول، في طريق الاستقامة، أن يحفظ البطن وما وعى. هذا هو الحياء الذي طلبه النبي من هذه الأمة، استحيوا من الله. قالوا إنا نستحي يا رسول الله، قال إنما الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن.
اللهم ارزقنا من واسع فضلك، اللهم اجعل مالنا حلالا طيبا يا رب العالمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ولي امورنا خيارا ولا تولي امورنا شرارا، اللهم من ارادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ورد كيده الى نحره يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا الجزائر وسائر بلاد الاسلام والمسلمين، اللهم كن معنا ولا تكون علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، ودبر لنا ولا تدبر علينا يا رب العالمين، اللهم انك تدافع عن المؤمنين فدافع عنا، اللهم دافع عنا وادفع عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.